الأخرى، والذي يمكن أن تبانه الأكثر تقدماً في تاريخ الدساتير المصرية في مجال حقوق الإنسان والحرية. وقد خصص هذا الدستور من بين المواد 247 نحو ربعها لتأكيد حقوق الأساسية للإنسان في مجال الحريات الخاصة والعامة والسياسة والاجتماع والاقتصاد، وشمل هذا تجريم التعذيب والتمييز وإهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة، والتأكيد على كافة الحريات، حريات التعليم والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإدراك وسيادة الحرب. 5-6 أن مصر قد شهدت خلال الأعوام السابقة تغييرات غير مسبوقة في تاريخها القومي، حيث وقعت ثورتان في 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 أدتا إلى الإطاحة لأول مرة في هذا التاريخ لرئيسي جمهورية ونظامهما ومسؤوليهما للمحاكمة والدخول إلى السجن بإرادة الشعب وليس بانقلابات القصور كما جرت بعض الوقائع القليلة التي تبدو مشابهة في هذا التاريخ الحالي. النقطة التالية أن الباحث التقرير الوحيد اعتبر كل ما ذكره الضحايا المزعومون في مقابلاتهم معه من روايات بما اعتبارها حقائق مؤكدة، متجاهلا ذكر أي طريقة لتوثيق حالات الإصابات المدعى سواء بالتصوير أو بالشهادات الطبية أو المحاضر الرسمية. وبدلا من هذا نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقرير فيديو نحو الرسوم الانيميشن لمده دقيقه و46 ثانيه على موقعها لما تخيلته انه التعذيب الذي يجري في نفسه.